هسا عيجا وقت المهمة. بكرة الصبح رح تطلع السفينة من اسطنبول لأتنا. من اسطنبول أمي تيتي قالت لي إنك عم تشتغلي. يا ريت لو ما عملتي هيك. مو أشرف من اللي عم تعملوه حضرتكم؟ ماما ما تسمعيني حكي، أنا ما عملت شي غلط، كل اللي عملته بإرادتي. ماما أنا معه مبسوطة، بعدين أحمد بحبني وأنا كمان بحبه. صدقيني بكرة رح نحل أمورنا. ماما ما بدك تسامحيني؟ كيف بدي سامحك بعد كل اللي عملتيه؟ استني ليطلق وتجوزيه، ما عدت صبري؟ أختي أنا طالع أمشي. هلأ بيجي. ما بيهون علي زعلك، صدقيني رح حل الموضوع. ليش لسه بده حل؟ يا الله شو بدي ساوي؟ ما رح روح على الشغل اليوم، انتي تعبانة كتير. روحي روحي، شو فيني؟ ما تشغلي بالك، كلها سعلة وبتروح. روحي انتي، شو رح يصير لي؟ يلا مع السلامة. شو عملت انت؟ لاما كارولين، حاجة تنقي هذا ولد. ارفع. خلصنا. شبك؟ كنت نسيان الحنفية مفتوحة ما؟ شو صار يا روحي؟ ليش زعلان انت قعدي تعال تعال، البطل ما بيزعل يا حبيب أبوك انت. جميلة آسفة، ما بقى بدي اياكي تشتغلي عندي. بس حضرتك قلتي لي. غيرت رأيي، خدي هاد حقك، حتطلك فيه معاش شهر وفي زيادة كمان لبين ما تلاقي شغل. هدول من حقك، بس بعتذر منك، تركي من هلأ. والله زعلت على هالمخلوقة، كتير محترمة ونظيفة بشغلها، ما فهمت ليش خلتني ترك الشغل إذا ما عملت شي. القبطان علي طلب مني هالشي وخجلني، شو بساوي؟ معقول زعل القبطان علي مني كرمال خدامة؟ مو مشكلة، راحتي بيجي غيرها.
شلون كان مشوارك؟ انبسطتي؟ شميتي هوس جون سامسونج ورجعتي؟ ما شو دخلك انت؟ خلص نيفي، ما في داعي تعيطوا هون. مو كل مرة بتسلم الجرة، انتبهي على حالك. حقك تحكي هيك لأنه في مين ساندك. روح التهي بحالك. خلصنا بقى يا جماعة. أحمد، بشوفك بعدين. بشوفك. مين؟ أنا أمي، أنا جميلة. جميلة؟ شو؟ ليش رجعتي بكير اليوم؟ خلصتي شغلك؟ إيه نعم خلصت. تعالي لشوف. ما عاد في شغل. ليش شو صار يا روحي؟ قلعوني. ها؟ قلعوني. ليش بقى؟ شو بيعرفني؟ شبكي أمي، أنتي تعبانة؟ موجوعة وضايق نفسي. أنا رح أخذك على الدكتور أمي. لا أجهز حالي. لا شو تقومي تسطحي أنتي؟ رح أروح أجيب كريم وإجي، ما بطول، بس خليكي مرتاحة. إيه؟ خليكي متسطحة ماشي؟ اصحك تقومي ارتاحي، ما بطول عليكي. Faydası yoktur gözündeki yaşın. Gitmeden evvel iyi düşün taşın. Mutluluğu bulacağım diyorsun ama ne zaman, ne zaman. Bravo طالعة بتجنن معك. أسس فرقة بأسرع وقت لنبلش تدريب وندربهم على الغنية ونعدل عليها. بس تغني مع الفرقة مو طبيعي، أكيد رح تطلع بتجنن. أنا قلت له لرفقاتي ليشاركوا معي، الكل رضيوا وحابين ينضموا للفرقة كمان. واحد بدق على الطبل، واحد بيعزف أورج، وفي عازف درامز، بس هن مثلي ما عندهم آلات موسيقية. بدكم تعوا لعندي وتدربوا هون. كيف يعني؟ فينا نستعمل هالآلات؟ إيه؟ وما حدا بيحكينا شيء؟ مين بده يحكي؟ أنا هون. يا سلام. مرحبا. أهلين. تركت لك رسالة، قريتيها شيء؟ ولا ما همك؟ قريتها بس ما اتصلتي. شو شايفه هون؟ مع انه هو اللي خرب لك كل عيشتك وانتي لسه بدك تنهي كل شي بيناتنا عشي فاضي محرزة. انا اللي عندي قلته وما بدي احكي اكتر، وبالذات هون. مو شايف انه عندي درس؟ بعدين كيف بتفوت لعندي وبتحكي معي بهالطريقة هون بصفي؟ اطلع لبرا. كأنك عم تقلعيني. اطلع لبرا، ما بدي شوفك. بسببي أنا زعلته.
ذنبك انت، هو عم يحاول يحط الحق عليك. اكيد نحن مو متفاهمين بكتير شغلات وهالشي اثر علينا، لهيك اي مشكله صغيره منشوفها كبيره. ما بعرف، بجوز بدي وقت كتير لفكر منيح. أمك أكيد زعلت، تخانقت وضربتك شي؟ زعلت كتير، عيطت علي وبهدلتني، بس لو أي وحدة محلها كانت قتلتني. أمي ما ساوت لي شي. شو بدك تعملي؟ ولا شي، طالما نحن سوا أنا مبسوطة. كنت بدي اقول لك شغله بس نسيت. انا ما قلت لك، قلت لها لامي شو السبب، انه انت بتحبني وانا بحبك كثير، وبعدين فهمت انه نحن رح نحل امورنا عن قريب. كذبت شيء؟ صحيح شو كنت بدك تقول لي؟ اكيد رح تقول لي قديش بتحبني. ما ايه انا بحبك. خدي نفس زفير. أمي؟ ماما؟ أمي خير؟ شو بك أمي؟ شو معها دكتور؟ الرئتين متضررين كتير، بدها أدوية، بتاخدهم بانتظام، بدها تتغذى وما تبرد ولازم ترتاح. إذا ما داريتوها ممكن يصير معها ذات الرئة، وقتها رح تكون حالتها بخطر. عليك العافية مرت عمي. أمي أنت لازم تطلي عندي. ليش سلفي؟ أصلاً كانت ساكنة عنا، عنا بترتاح أكتر. اسألها شو بدها. أنا ما بفوت عبيتك أنتي. بعرف إنه أنتي ما بتتركيني بين إيديهم. ما تزعلي يا أمري، بس ما بدي لبككن. مو بدك راحتي؟ لا تأكلي يا أمي، أنتي اللي فيكي مكفيكي لك بنتي. ليكي الأحسن ضل عند كمال، وهديك ولا يهمك، بتدير بال علي كرمال معاشي. ما تخافي علي، أول ما طيب بشيل عندك حبيبتي. ما تزعلي. كمال جيبنا ريمان وخلينا نمشي. هنيك أريح لها، مو خرج تضل عندك، لا مصاري ولا شغل. مو قصدي ضايقك. انت شو عرفك انه ما عاد عندي شغل ولا شيء؟ دريت. أنا بده يغسل بسببك. معقول ولد قدك بيعمل بيبي بتخته؟ مو خجلان أنت؟ بس أنا بحياتي ما عملت هيك، هاي المرة بس صارت بالصدفة، فهمتي؟ أنت ولد وقح، عم يعمل هيك قصدك. علي ما بده ينام جنب أنا بس كرمال أنت ما تخاف تنام لحالك. بس أنا ما بخاف وفيني نام لحالي، أنا بحب نام من لحالي، بس أنت بتخوفيني كتير. أصلا أمي ما كانت تخوفني أبداً، مو مثلك أنت على طول بتخوفيني، مشان هيك ما عم بقدر نام لحالي بالأوضة، كل حركاتك بتخوفني. لأنه جبان أنت. أوسمان بيخاف.
أوسمان بيخاف، أوسمان بيخاف، أوسمان جبان، أوسمان خويف، أوسمان جبان، أوسمان. شبك رح تروحي، رح تروحوا. لك لوين عم تهرب انت؟ لوين؟ لك انا بيت لك يا حيوان، بدك يشل مني انت اذا بتعمل هيك بيت لك. كارولين لا تخاف، انا خايف يا روحي، أنا جنبك. خلوا عيونكم علي خمس دقايق لأجي. تكرم كارولين، افتحي الباب. روح انت هلا، لا تخليني اكسر الباب على راسك. اول اهدى انت، طول بالك، ما تفوت، ما تفوت، روح من هون. ليش ضغطتي لعثمان وليه؟ ما تفوت هلا، افتحي لي، افتحي الباب. لا سمحت، ما تفوت. افتحي، ما بدي اضربه. روح، ما تفوت، اتركني. افتحي لي، افتحي الباب. وليه؟ لا تخليني اكسره. لك فهميني ليش ضربتي يا كلبه؟ شو لامين فاكره حالك لتخوفي الولد؟ عم تستغلي غيابي؟ ليش ضربتي يا حيواني؟ هو ضرب أنا أول، عثمان ضرب أنا برجله، ضربني على رجلي وهرب قدام سيارة، أنا ضربته من غضب. خلصي وليك؟ والله إذا بتلبسي شعرة من شعراته لسود عيشتك يا كلبة، وقتلك على الخالص، فهمتي؟ أنت بدك يقتلني مشان هيك؟ وبدبحك كمان، ماني سائل عنك بالمرة. أنت عم يحكي هيك؟ عم تخانق أنا كأنك ما ضربت ولادك، ما؟ أنا كم مرة شافوا أنت عم يضربوا لمجد؟ معناها بضربك مثلهم. حبيبي، شو رأيك نروح أنا وياك مشوار؟ لوين؟ لوين؟ شو رأيك نروح على الشط؟ منتمشى هنيك وبورجيك السفن الكبيرة اللي كنت بطلع عليهم من قبل. شو رأيك نروح نشوفهم؟ هيك شختورة كبيرة وإلى مراوح كبار وفيها غرفة للقبطان، قبطان يعني مثلي أنا، وعليها بحارة
ولما بتشوفهم بتفكرهم واقفين وما عم يتحركوا بنص البحر، بس هن بيكونوا عم يقطعوا مسافات وبيمشوا بالبحر وهن عم يتخبطوا من موجة لموجة وما بيهمهم حدا، لأنه البحارة كتير شجعان وما بيخافوا من شي. بتعرف؟ شو رأيك نتفرج عليهم هلأ؟ عثمان، شايف؟ يلي بيشوف البحر مرة واحدة ما فينا يتركه، وبيتمنى لو يقضي عمره فيه لدرجة بتكره تعيش على البر. جاي عبالك تسافر بالبحر شي يوم؟ جاي عبالي رح لعند أمي. خليني رح لعند أمي بابا. مو خرجتني، انت رح تضل عايش معي. سيديك بتخوفني، ما بدي روح لعندك على البيت. ليك ابني ليك، شايف السفينة اللي هنيك؟ لا تشوفها صغيرة، هي كبيرة كتير، مثل ما حكيت لك عنها، حلوة من جوا كتير. هلأ هي واقفة، بس لما بتتحرك بتضم البحر لصدرها وبيصيروا كأنهم قطعة واحدة. بتذكر وقت كنا بنص البحر هبت عاصفة قوية وباردة وصار الموج عالي كتير بوقتها، وهالسفينة تروح يمين وشمال بين موجات البحر الكبار ونحن عم نحاول. بس بعدين قدرنا نتحكم فيها ونمشيها دغري. ما بتتخيل كيف كان هذاك اليوم بنفس الوقت.
يا عثمان. في ولد بالمي، تحرك باتجاهه. تلعب معي عثمان! عثمان ابني! عثمان! صباح الخير دفوق. ما بعرف اصبح امي. حرك ايدك حبيبي لفوق. هاتوا لشوف، هات إيدك عثمان. عثمان بده مستشفى، يلا دور.
ألو؟ انبسطت بسمع صوتك. عم بتصل لأسأل عن مراد. مراد منيح، يعني وضعه مستقر هلأ، ما في تحسن. إيلين؟ عم بسمعك. اتصلتي فيني حتى تسأليني عن مراد ولا في شي تاني؟ ايه بس يلي بده يتجوزني مراد ولا انا غلطان؟ ايه هو معناتها ما في شي تاني لحتى احكي معك. ألو؟ معك. ليش ما عم ترد؟ كنت رح أقول أنت عم تفكري بشو؟ يعني رح تتزوجي؟ إيه عم فكر. إيه منيح، بس بدي وقت لقرر. طيب لازم سكر. ماشي. شو صار؟ دورنا وما لقينا. دوروا كمان. أخيرك يا الله. عثمان ابني وينك؟ عثمان ابني وينك؟ قلت لي شفت الولد وهو عم يغرق؟ ايه بلع مي كتير وما عم يتنفس. حاولت اللي بقدر عليه بس ما صحي، وبعدين جبته على المستشفى. انت بتعرفه للولد؟ بعتقد اسمه عثمان. معناتها بتعرف مين بيكونوا اهله؟ بعرفهم. عمه للولد موظف بالجمارك، اسمه كمال. بتقدروا عن طريقه توصلوا للاب. مرحبا. ليش؟ حابب اسألك. عن شو؟ إذا في مجال تقبلي دعوتي على السينما. على السينما معك؟ إيه. يعني من كل عقلك؟ يعني متوقع؟ أنا ما بعرفك من قبل، بأي مدرسة أنت؟ أنا بنفس مدرستك، هي السنة داومت. انتقلت من مدرسة تانية، اسمي ماهر. وأول شي فكرت تعمله تحط عينك علي؟ غبي. عن جد غبي. ما كان ناقصني غيرك أنت. يلا نلع. ألو؟ عليكم السلام. شو الأخبار؟ أنت منيح؟ شو أخباركم؟ الحمد لله نحن كتير مناح. معقول ما نكون حابين نجي؟ بس مثل ما بتعرف مشاغل الحياة ومدارس الأولاد. أنت وينك؟ استنى. أنا؟ إيه أنت، تعال لهون. تعال.
شو بدك؟ شو كان اسمه؟ ماهر. ماهر، حابب تعزمني على السينما مو هيك؟ يعني ايه؟ قلت لي انك معجب؟ ايه انا معجب. وانا قبلت. ايه عم قلك اني قبلت. بكره بشوفك على الساعه 12، مفهوم؟ ايه طبعا مفهوم. بكره في فيلم حلو اسمه طرزان، رح جيب بطاقات. كلك ذوق. بكره بشوفك. الحمد لله على سلامته، فتح عيونه وصحي، رجع تنفسه طبيعي وصار منيح. نشكر الله. أنا ما بدي أخذ إبرة، أنا بدي روح لعند أمي. أي حبيبي، بس نطمن عليك راح تروح لعند الماما، لا تاكلهم. الحمد لله على سلامتك. أنت أنقذتني من المي عمو؟ إيه، أنا أنقذتك. الولد بده أمه. وقت اللي بده باخده لعنده. أنا هلأ أخذت إفادة العم، بمجرد ما أخذ أقوال الولد بيقدروا يروحوا. عثمان وينك؟ عثمان وينك؟ مين علي؟ حضرتك سيد علي؟ هلا وصلتنا اخباريه. شو هي؟ ابنكم عايش. الف مبروك والحمد لله على سلامته. الف حظ وشكر. الف حظ وشكر. تفضلوا. مرحبا. عثمان ابني. امي شو صاير؟ شو عاملين فيه؟ انا بدي اهرب واجي لعندك، انت وقعت بقلب البحر. الولد كان واقع بالبحر والعم هو اللي انقذه. بالبحر عم تقول؟ يا عمري. حضرتك بتكوني امه؟ اي نعم. اسمه؟ عثمان. ممكن توقعي لي هون إذا سمحتي؟ على إنه حضرتك بتكوني أمه؟ شكراً لك، الحمد لله على سلامته. حبيبي. هيك اطمنت. يا ريت تدفي منيح وتشربي شي سخن مشان يتحسن. ما رح انسى لك هالمعروف، خليني ضيفك فنجان سخن. مالي حابب ضايقكم. لا ما بتضايقنا، يلا تفضل. يا عمري انت، يا عمري.